أول يعني ما يجب أن تراه في المقتدى الذي تريد أن تجعله قدوة لك وتقتدي به هو التعلق بالله، أن يكون هو صادقا، بمعنى أن يكون موحدا، أن يكون موحدا بمعنى مخلص في تعلقه بالله، في توكله، في اعتماده، في رضاه، في رضا بقدره إلى آخره. ولهذا قال ذلك هدى الله، هؤلاء المهدوون ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا، حاشاه أن يشركوا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، مما يدل على عظم التوحيد وعلى دقة الشرك، نسأل الله السلامة. إذا كان الله عز شأنه وجل في علاه أتى بالشرك واحتماله في هؤلاء، وإن كان بعيدا لكن 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 أبعد شيء، ولو أشركوا، هؤلاء أولو العزم، هؤلاء نوح وآدم أصول البشرية وإبراهيم وموسى وعيسى، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال أولئك الذين هدى الله، طبعا فأولئك يعني الله عز وجل أثبت لهم الهداية التامة. وأحيانا الإشارة البعيد أولئك أحيانا تعني التعظيم وتعني مزيدا من التشريف والتكريم.